اهلا 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 اربعه اهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا يا فارس. اهلا بك يا اسامه. وانا مش هقدر اقول 43 اهلا لان دي صعبه جدا. الحمد لله اجواء مفرحه كالعاده. بالتاكيد بالتاكيد النادي الاهلي قالها عم حارس، لو وقع له الف قومه. السنة اللي فاتت ومع نهاية الموسم ومع ضغط المباريات ومع أخطاء داخلية وأيضا أخطاء ملناش علاقة بيها خارجية، حطمت حلم جماهير النادي الأهلي في تحقيق ثلاث بطولات: دوري أبطال أفريقيا، الدوري العام، كأس مصر. وصلت في النهاية إن البعض قال خلاص جيل النادي الأهلي ده جيل انتهى، وإن البطولات سواء المحلية بدأ الناس تتوهم إن الموسم أو المواسم القادمة ليهم، وحتى خارجيا طلع فوزي الأججع قال انتهت سطوة كرة القدم المصرية. طب هي سطوة كرة القدم المصرية وسيطرتها في أفريقيا لمين؟ للنادي الأهلي. كان يقصد انتهى خلاص عصر النادي الأهلي. تقوم ترد بعد موسم واحد فقط لا غير على كل اللي شككوا في قدرات النادي الأهلي داخليا وخارجيا. داخليا بتبدأ الموسم ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك اللي ما قدرش ان هو يجي لأسبابه في السوبر الثاني، واعتقد لما شفنا مباراه 4-1 كلنا عرفنا الاسباب الحقيقيه لغياب نادي الزمالك عن السوبر. ثم بتكمل المسيره وبتتصدر جدول الدوري لدرجه ان انت بقيت تروح تلعب كاس العالم وترجع وانت لسه متصدر، تروح تلعب مباراه افريقيا وتسافر 9 بلدان وترجع وانت لسه متصدر، يكون فرق 6-7 مباريات بينك وبين اقرب فريق ليك وانت لسه متصدر. فالرد كان محليا قوي، الرد كان محليا افقد الجميع انه يبحث عن شماعات منطقيه. ربما البعض اتجه للسحر، وده حقيقي بصراحه، يعني لان النادي الاهلي ساحر، ساحر القلوب. لما بيكون عندك مدير فني قادر يتحكم في ادواته فده ساحر، لما بيكون عندك لعيب قادر يدي اضافه على مستوى كره القدم المصريه فده ساحر. السحر الحقيقي موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هيبهرك، دايما هيقربك من حلمك، وفي النهاية هتكتشف ان انت كنت بتحلم الحلم اللي النادي الاهلي محققه. عشان كده النادي الاهلي هو السحر الحقيقي. عشان كده انت رديت محليا بكل البطولات: 2 سوبر، كاس مصر، بطولة دوري قبل ما تنتهي ب5 مباريات. فخلاص بقى، ما انت خدت الدوري، انت عايز ايه تاني؟ لا، انا عايز اقول لهم ان انا على ارض الملعب وانا حاسم الدوري وبلعب مباراة تحصيل حاصل قادر اعمل سكور عادي جدا، قادر اعمل سكور وانا سايب ايدي في شوط وانتهى الامر بالنسبه لي. قادر ان انا اوصل للرقم اللي انا عايزه، عايز اوصل لاربعه هوصل لاربعه، طب لو كنت عايز اوصل ل5 و6 كنت هوصل ل5 و6. فبترد محليا وانت رادد افريقيا، وفين؟ في الدار البيضاء امام فوزي الأججع اللي قال سطوتك وسيطرتك انتهت. فرحت في ملعبه وبرده بعد ما وصلته لمرحله الحلم، ما هو حلم، ما هو عمل ذهاب 2-1 قربته للحلم، حلمت بالبطوله خلاص، حطيت ايدك على الاميره الافريقيه، طب شيل ايدك لان ده حلمي انا، انا اللي قادر احقق الاحلام دي، انا النادي الاهلي، انا السحر الحقيقي، انا اللي في ظهري ملايين عارفين كويس قوي ان انا مهما وقعت ليا 1000 قومه، بس انت خد بالك انا قومتي شديده قوي وردي بيكون رد عنيف قوي. عشان كده النادي الاهلي مخليك قادر تتكلم بمنتهى الثقه، ولما تيجي تتكلم بمنتهى الثقه فانت مكتسح كل البطولات، مش واخد بطولتين فرحان بيهم. انا لسه وانا مكتسح كل البطولات لسه ما شبعتش ولسه عايز بطولات كمان عشان انا النادي الاهلي. ما بنشبعش ولا هنا في البرنامج ولا اللعيبه في الملعب ولا اداره النادي الاهلي. وانا بقول مسكين اللي هو مش اهلاوي، دايما شعاري معاكو مسكين لو انت مش اهلاوي في الرياضة المصرية، لان النادي الاهلي هو الحكاية، النادي الاهلي هو الحدوتة، النادي الاهلي هو الفرحة. حلمك في وجود النادي الاهلي فقط فقط ان انت تلمس اقل حتة في طموح النادي الاهلي. ده اللي قلناه لكم من بدري وده اللي البعض ما صدقوش. وعشان احنا واثقين ان النادي الاهلي ليه حد ادنى من ان هو قادر، وان هو قادر يحقق القاب، وحتى لو ترنح في فتره بيكون قادر يرجع في اسرع ما يمكن،
لازم نعترف بده. جينا هنا بعد ضياع بطولتين دوري وقلنا للعيبه النادي الاهلي، قلنا لهم ايه؟ قلنا لهم اوعوا تقبلوا ان يتكتب في تاريخكم ان ضاع منكم ثلاث بطولات دوري على التوالي، مهما كانت الظروف ومهما حققتوا من القاب مقابل البطولتين اللي هيضيعوا دول او ان انت تضيع الدوري التالت. لو حققت ايه كده جمهور الاهلي مش هيكون راضي، وحافظ على تاريخك كجيل واحمي الاهلي لان انت بتمثله. وللامانه زي ما وجهنا الرساله دي هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، لازم هنا نقول للعيبه والجهاز الفني ولاداره النادي الاهلي بجد كنتوا رجاله، بجد الموسم ده كان استثنائي، استثنائي في كل شيء، استثنائي من اللحظه اللي تم اختيار كولر فيها، لا اقول لك استثنائي من اللحظه اللي تم توجيه الشكر لسواريش المدرب اللي قد يكون ظلم انه ما استكملش مسيرته مع الاهلي، ولكن انت حسيت بصعوبه المرحله اللي انت داخل عليها وان هي مرحله لا تحتمل الرهانات، هي تحتمل حاجه واحده بس، هنجح او هنجح، مفيش حاجه ثالثه كانت قدام النادي الاهلي. وفعلا نجحت، مش بس انك تاخد الدوري وتكسر فكره خسارتك سنتين على التوالي، لا 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 لا، انك كمان بطل دوري ابطال افريقيا، انك كمان بطل الكاس، انك كمان بطل اتنين سوبر، انك رابع عالم، كل ده لانك قررت انك يا هتنجح يا هتنجح. عشان كده بقولها مسكين لو ما بتشجعش الاهلي، لان نصيبك الفتات ان سمح بيها النادي الاهلي، وده واقع ودي ارقام واتمنى محدش يزعل منها. عشان كده وزي ما اسامه كان بيقول في اللحظات اللي زي دي وقدام واقع المنافسين المأساوي اللي لو أسوأ السيناريوهات الدراميه بتتكتب مش هيكون واقع حد فيها في مواجهه بطل زي النادي الاهلي، واقع قاسي. وانا بقول لك لازم كجمهور الاهلي نراعي ونقدر مشاعر الاخرين ونعرف ان اللي بيعمله الاهلي صعب، يخلي اللي مره يقول لك حظ، اللي مره يقول لك تحكيم، اللي مره يقول لك سحر، اي حاجه، بس هو محتاج شماعه. راعيه، اعذره قدام اللي بيعمله الاهلي، لازم يدور على شماعه. ما هو لو صحي وواجه فشله وشاف حجم نجاحاته مقارنه بنجاحات الاهلي مش هيقدر يتعايش، مش هيقبل الواقع، فده في علم النفس اسمه الانكار. بينكر. بينكر ليه؟ عشان يقدر يكمل. فينكر بأسباب غير طبيعية زي السحر، زي الحظ، زي التحكيم، كل يوم هيخلق مؤامرة يداري بيها فشله، لأن مش هيقدر يقول أنا فاشل. وللأمانة حظ النادي الأهلي اللي بجد إن هو عنده منافس بالعقلية دي، وإن في بعض الناس بتفكر بالعقلية دي، فينتهي بيك الموسم بطل لكل شيء، بطل أوحد في قمة واحدة في الرياضة المصرية للأندية هي النادي الأهلي. ثم البعض يرى أن بطولاته تتوج في فكرة كاس الكرامة، ثم حتى كاس الكرامة الوهمي ده بيخسره لما يقرر يشارك قدام الأهلي في الدوري بوجود كهرباء، فمالكش ملجأ ولا لك مكان تهرب من واقعك مع الأهلي فيه. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهور الأهلي، مبروك أكيد لإدارة النادي الأهلي والفريق والجهاز الفني. موسم كان شاق جداً ولكن ممتع جدا 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 وللتاريخ.